السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه سموكينج دوت. ده بيعمل ايه؟ ده في كل المواقع بتاعت الذكاء الاصطناعي، كل اللي عليك ان انت هتيجي هنا في الكاتيجوري وتبدأ تشوف مثلا انت بتدور على ايه. مثلا بتدور على الذكاء الاصطناعي مثلا في جنريتيف ارت، فيبدأ يجيب لك المواقع بالشكل دوت وتبدأ ان انت تجربهم. مثلا عايز اجرب دوت، فبتضغط عليه فبيفتح الموقع وتقول له ايه افتح لي الموقع ده عشان اشتغل عليه، فبيجيب لك افضل المواقع في كل مجال. هتقول له مثلا انا عايز حاجه تزود مثلا البرودكتيفيتي الانتاجيه، فيبدا يجيب لك المواقع اللي هي ممكن تساعدك في كتابه الايميلات، تساعدك في توفير الوقت، في مراجعه المقالات بتاعتك وهكذا. فموقع جميل جدا ان انت تعرف ايه افضل المواقع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. هتلاقي ده مثلا ده من افضل المواقع اللي انا بستخدمه، بيعيد صياغة المقالات وهكذا. ده ممتاز في ان انت يساعدك في التعلم، تكتب له اي موضوع يبدأ يقول لك ايه الحاجات المهمة اللي تتعلم في الموضوع دوت وهكذا. تقول له مثلا عايز تكست تو سبيتش، بيجيب لك حاجات انت تكتب وهو يحولها لصوت وهكذا.